السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. المقطع هذا عبارة عن ماب اسمه دثرن. الدثرن هذا يعتمد على خويك، يعني ما تقدر تخلص الماب الا لازم معك خوي، انت تخلص المهمات هو يخلص لك مهمات، لازم تشاركون بهذا الشيء. فان شاء الله يعجبكم ماب، لا تنسوا اللايك وكود الشب طالع قدامكم على الشاشة، زر اللايك اذا عجبكم المقطع. بس خليكم على المقطع. السلام عليكم، اليوم جبنا لكم مقطع جديد. اليوم معي دحوم، راح نلعب اليوم راح نلعب دثرن تيم ميت. اوكي، النظام هذا الماب انك تعتمد على خويك وخويك يعتمد عليك، فما تقدر تعدي ستيج لانك تساعد خويك او خويك تساعدك. يب لحالك ما يمديك تسوي اي شيء. المشكله ما يمدينا نتحدى في هذا الماب، نقدر 50 دولار اللي يخلص الماب شيء زي كذا، لانك ما تبدينا على بعض مره. اوكي بوكس، هذا انا، هذا انت. اوكي انت فزت، اختر. اوكي يلا، انا رقم واحد. بسم الله، هذا ستيج 1. اوكي على طول نبدا. اوكي هلا بالعيال، لازم انط هنا. اوكي يلا نعطينا امبولز. يلا 3 2 1 ايزي. باقي الثانيه هذه، هذه لازم انط عاليه. يب يب، اذا رميت علمني. 2 3 ايزي والله ايزي. اوكي معطيني سلاح انا. ايش معك انت؟ انا بولز. لازم تديني شكل جهه ثانيه. طيب 1 2 3. اوه حلو، جبتها كفو. وش هو ذا فخم ما يشتغل؟ طيب الحين وين اروح؟ ما معك امبول ثانيه؟ لا جرب جرب، روح روح انقز انقز على طول دايركت. ما يمديني ما يمديني. يذبح اذبح. اوكي ما نطيت. في طريق ثاني ولا بس الطريق؟ اصبر. وات باركور لحم اذبحه؟ ايوه باركور. هي في تحت في فوق، ايش السالفه؟ وين تحت؟ ستيج 3. هلا هلا بالعيال. وش هذا؟ اوكي خذينا شيء ما ادري وش هو. اشوف الماب. انا معي بلاتفورم. وات في ارقام هنا؟ انا عندي بعد ارقام، عندي ارقام خضراء وحمراء. اسك يور تيم ميت فور ذا نمبر. اعطني ارقام. انا عندي ارقام خضراء وحمراء وعندي ثلاثه كاوتش هير. اوكي عندي سبعه تسعه. اوكي اوكي اوكي، اتوقع انك تسوي الاخضر اتوقع. طيب سبعه اللي هو تحت اليسار ترمي فيه شيء ولا صح؟ يب يب يب. اوكي تسعه اللي في النص، في النص. طيب ما اقدر، ما اقدر اشوف فوق. يمديك ترقى فوق. طيب ساعدني. اوكي ارمى تحتي. اوكي اوكي اللي في النص، في النص ها؟ ايه في النص، في النص ارمي فيها. باقي واحد اتوقع. اربعة لا اثنين. اوكي اثنين اللي تحت على اليمين، يمينك على طول. هذه؟ ايه ارمى. طيب بعدين وات؟ اوه ديف. والله نايس، ذكرت ماينكرافت والساند، الحركه الساند ديك. ديف اوكي. طيب يور تيم ميت كلرز. وش ذا؟ مكتوب يور تيم ميت كلرز. اوكي تيم ميت كلرز. ابيض اخضر اسود احمر. شكله يبغى له حفظ ذي. اصبر اصبر تمزح. ايه انا بعلمك حقك بعدين علمني حقك. اوكي انت بنفسجي اسود ابيض اخضر ذهبي. بنفسجي اسود ابيض. احفظهم احفظهم انت، انت احفظهم وانا احفظ حقين. طيب في ثلاث الوان عندي. طيب انا عندي ثلاث الوان. اول لون انت، وش اول لون لي؟ انا انت راح عند البنفسجي اصفر، يعني اروح من هنا. اوكي الحين روح الاسود. انا ايش اروح؟ اوكي انت ابيض، ما انساهم نسيتهم الحين. انت الحين ابيض. انا ابيض؟ ايه انت نكملي. توقع اخضر 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 اخضر. دكت ان شاء الله. راح اوكي حلو. انت الحين اخضر. انت واضح انك كاتبهم. لا والله ما كتبتهم. انت اسود. انا قلت لك قبل اسود؟ والله ما ادري. لا ما قلت هي اسود. اصبر 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 اصبر. اخر واحده يسار. متاكد؟ جالس يغش. قفطته قفطته من هنا. جالس يغش ما يبقى قايل. انت الحين ذهبي. انا وشو؟ طيب انت احمر احمر احمر. متاكد؟ ليتس جو. ان شاء الله انه صح. يب خلاص ولا دام. الله العظيم مخ هنا. ذاكرة الذهبية. الله يا غش. من تحت. انت غشيت، انا ما غشيت اصلا. طيب عندي ثلج. اوكي وات. اوه دقيقة. ارمي علي بعدين انط. اوكي دقيقة خليني اسكر الباب. اوه جي جي جي. سويت سويت سويتها. شكلها والله بغيت اطيح مره ثانيه. هلا بالعيال، اسوي هذه. وش الحين ارمي لك؟ اوكي انا عندي ثلج، عندي ثلج. اوكي هذا يعتبر غش بس اوكي. عم هو ما جاء وياي. اي المفروض انا اللي ارمي لك. خربناها. اوكي ايزي. طيب تيم ميت
ذا باتل طريق يقول علم خويك الطريق. اوه عرفت النظام اللي امشي سيدي يمين كذا صح؟ ايه طيب شوف شوف روح يسار روح هناك يسار هناك اخر شيء لا شوي يمين شوي يمين ايوه بس 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 طيب انقز على قدام شفت سو زيي ايوه بغيت تطيح قدم 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 بس 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 انقز على قدام انقز على قدام حلو امشي 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 بعدين عندي شوف طلعني بس بس ايش فيك على حد انا روح جهه ثانيه يمين هين ايه ايه بعدين قدم 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 بعد 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 شوي بعد 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 اوكي بعد طيب يلا انقز على قدام بس 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 ايش سوي نطيت انت المفروض طايح اوكي 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 لا تتحرك لف لف الجثان انقز كذا الزاويه يمين ولا يسار ولا سيده لا يسار زاويه زاويه شوف شوف طالع هنا زاويه هنا كذا اي اي مو يسار لا زاويه هناك لا زاويه اقول لك اقول لك يسار تقول اي يعني بسم الله لا 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 مو زاويه مو زاويه جبتها طيب انت اصلا في مربع كبير ما نقصت شيء اخبارك خليك في النص خليك في النص حق هذا المربع على اليمين خليك في النص ما ادري كيف اشرح لك انا الحين خوف يتحرك وموت اسمع انا طالعني طالع الحين لو نطيت على هذه على طول عادي انت الحين قدامك طريق كذا سيده المفروض تمشي بس ايش لازم تصير في النص لان في طيحات اوكي اوكي لا تسرع تكفى لا انت سلمني اما خصص يلا ورنا شرك اخر شيء صار ايوه بعدين زاويه يمين بسم الله بعدين زاويه يسار شوي لا تنط نطه كامله لا لا يسار 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 عندي عندي اوكي بسم الله لا تنط نطه كامله ايوه سيده سيده شوي سيده شوي بعدين زاويه يمين الو زاويه يسار بس لا تنط نطه كامله نط نطه عاديه ايوه سيده 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 نهايه الرصاص اللي على يمينك الحين نط زاويه يمين بس شفت توصيف شلون على الشرح كسر انت بصعب امها طيب بعدين هول بالعيال اوكي ستيج 7 اوه عندي انا ذا وات اوه انت اللي تمشي بوتات عندي شكلك انت فزالي يب وين البوتات شوف قدامي اصبر اصبر خمسة بركر انا اذبح اللي قدامي اذبح اللي قدامي سلوم اصبر اصبر سلوم ليش والله انا دفني والله ليش دفني باركور يعني ليت سهل لا لا الله ياخذك اللي وراي اذبح قدامي اذبح قدامي دمي واحد لا واحد اثنين ثلاثة الثالث ما اشوفه والله يا اخي في واحد مشدق يطلق علي ولا مشلل ذا بس سويته اي يا شيخ هاز يور تيم ميت ميد ات ياب اتوقع تساعدني بهذا ارمي على هذا لا لا مو هنا مو هنا خذ لي وراك طيب انت ما عندك شيء ما عندي ولا شيء ارقى فوق ارقى فوق ارقى فوق ايوه ارمي على هذه على هذه الحديد ياب هندر ارقى من فوق هذا ايوه هوب هذا يسويك ثانيه صح؟ ارمى في الزاويه دقيقه يسويك ثانيه ارمى في الزاويه مره ثانيه لا في الزاويه نفسها فوقه لا ما ضبطت حاول ترمي فوقه اوكي لا بعد مره ثانيه ثالثه بعد ايوه بس يمديك؟ اي يمدي حلو ارمى هنا ارقى ارقى انت فوق شوي ايوه في واحد قدامك يطلق يلا ارفعها جنبي والله العظيم حطيتها لوم احول بس بسم الله اوكي ارمي على الجدار ييز بتخلص اليمين طيب اهم شيء توصل كيف حطها طيب ليه؟ ارمع تحتك حطيت اوكي خلاص
الحلقة الثانية. ايوه انت واقف على الهواء والله. والله انه واقف على الهواء. سويتها؟ اوكي سويتها. اسو 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 اسو. ايش بوينت ولا؟ ايه. اوكي كويس طيب. اسو اسو سلوم. ادخل. اسو واقف واقف. برمي عليك هذه ودز. اوكي. دز. دز. امش. اوف. أز. اوكي في واحد يميني طيب. ايه في ناس. كبرت نفسي لبسها. يب يب. يقرب الفيديو. اوكي. بعدين. وات؟ طريق مسدود. اوه في دخله هنا. تحت؟ اسوس. ايه. طيب كيف حطيت انت واحده؟ اربع ما رميت لك واحده انزل. وخر انت لابسه تستهبل. اوكي. ستيج 8. هذا وشو؟ هذا اعتمد عليك. من البدايه احنا فين؟ اما هذا وشو اجل؟ والله. الكل اللي يسوي وشو؟ سلوم يسمونك اسطورة الباركور. ايزي. ايزي ايزي. يلا. حلو انا اتعب نفسي احط واحدة لين. والله عاد شي يخصك يلا. ما عندي اجيك. ه ه يلا حط. بسم الله. اوكي جبت. اوكي هلا. يديك انت؟ ايه. تعال هنا. لا وين؟ اوكي زين. ما اقدر ارجع والله اقدر. بس ما ابغى هذه. مديك؟ لا تخلص اللي معي. لا هذا عادي عادي انزل 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 عادي. هذا والله بينتقم مني. اي هي هي هذه الرميات الصح. الحين بيضيع. بلاش سوي له. والله. بلا بلا. عاد بلا مش طرق ما راح يبان الا الله. يس. خيرا. وش مدفع؟ اوكي. مدفع. اوه. جي جي. ايزي. ايزي يا عزيزي. طيارة طيارة. تمالح تمالح تمالح. اركب معي اركب معي. ما ابراك معك. وخ. ابغى لون لوني انا لون الدونات. بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع عجبكم. لا تنسوا اللايك اذا عجبكم المقطع. قناه دحوم في الديسكربشن. كود شوب لا تنسونه. في اسئله مره سهله شوفوها تحت. اذا وصلت لنهايه المقطع ما حطيت كود شوب يا ليت تحطه الحين. واذا وصلنا 1000 شخص الحين حاليا 300 وشوي 300 تقريبا. اذا وصلنا 1000 شخص حط الكود راح يكون في جيف واي 20 دولار راح يكون في المقطع عشوائي او احتمال يكون على انستغرام. تابعني انستغرام في سلوم نفس اسم قناتي. وبس نشوفكم على خير. سلام.